تابع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الجهود المكثفة التي تبذلها الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإزالة آثار سقوط الأمطار التي شهدتها عدة مناطق بنطاق المحافظة اليوم، حيث أكد المحافظ على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تجمعات مياه تعيق حركة المواطنين أو تشكل خطرا على الطرقات، والعمل بتنسيق كامل بين الفرق الميدانية وغرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة، وذلك لتلقي البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ إلى الأماكن المتأثرة، وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة المرور دون عوائق.